الفرح بالمسيح هو ثمرة عمل وجهد روحي، فهو لا يلغي أفراح هذا العالم ولكنه يعطيها معنى وطعم. يا أحباء، أنتم مدعوين إلى فرح. بريد لكم مقطع من رسالة بولس الرسول إلى أهل فيليبي، هي اللي بنقراها بالإصحاح الرابع من فيليبي، بنقراها يوم الشعانين من الإصحاح الرابع فيليبي من الآية 4 إلى 7. افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرح. ليكن حلمكم معروفا عند جميع الناس. والحلم أو ما بعرف الحقيقة شو الحركة اللي تنحط على الحيط في الحلم البنيم، يعني هاني الحلم طبعا، يعني واحد يكون حليم، يعني واحد يكون لطيف وديع، يعني أنا ما كتير بعرف حرك، يعني بس بدنا نرجع إلى حدا. لكن هون الحلم، فليكن حلمكم معروفا عند جميع الناس بمعنى لطف، وما تخبنا اللطف، هي لطف من أصعب شيء بحياتك، لأنه ليكن حلمكم معروفا عند جميع الناس. وكان قايل افرحوا في كل حين، الواحد عنده كتير كتير من الأحيان مجالات يكون كتير كتير هو متضايق، شو بده يفرح؟ شو بده يفرح؟ الفرح ما في أصعب منه، لكن بالوقت ذاته ما نخمنه أنه بعيد عن متناولنا. لذلك افرحوا في الرب، بيقول بولس إلى أهل فيليب، ليكن حلمكم معروفا عند جميع الناس. إذا انعادت في قوية بالفرح يلي أنتم بدكم تعطوه، حلمكم بده يعطيهم الفرح يلي فيه. لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء، لا تهتموا بشيء، شو معناته؟ ما يقلقكم، في قلق كثير بهدي، سلموا الرب وتأكدوا أن الرب ما بيترككم، بل في كل شيء، يعني كونوا في كل شيء دون القلق عن أي شيء، كونوا في كل شيء مع الكل في كل الظروف. ما فيكن تستعفوا، أنتم موجودين بهالدائرة المقدس، منكن مستعفين من العالم، لا من اللدئي ولا من طرطوس ولا من عكا، ما جيتوا لهون لا تستعفوا، جيتوا لهون لا تعبوا. نشكر الله، الرب يعطينا نعمة بركة وجودنا في هالمكان المقدس، لكن المسؤولين بدكم ترجع، بدكم لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. إذن الفرح بالمسيح هو ثمرة عمل وجهد روحي. يا أحباء، يمكن من باب أنه رب يساعد أن نلتقى مع بعضنا البعض لنتعزم، لكن يمكن تحسوا حالكم أحيانا في صحراء في العمل الروحي، تحسوا ما في حدا عم يجاوب النداء، لكن مع ذلك صوت صارخ في البرية بدكن تكونوا. ما هيك؟ أعدوا طريق الرب، اجعلوا سبله مستقيمة، مبتدين بأنفسنا.
كنت عم اتامل بفرح المرايا اللي ضيعت الدرهم، كان بقي عندها 9 دراهم، كانت نسيت البيت، يعني تعبت لتلاقي الدرهم، وتلاقيته فرحت. فجهد اللي جهدته كان مهم كتير انه لتلاقي الدرهم، دون التعب ما كانت فرحت بوجود الدرهم الضايع. فاجت تطلب من جاراته انه تفرح معي، يعني لذلك الفرح مسيحيا ما بيضل محصور بالانسان، فرح اشعاعي فورا بينطي. كذلك الخروف الضال تعب لحو، وبتعرف القلق انه راح خروف منه هين عند الراعي، لكن وتوجدوا كل هالتعب لقى مكافئته، ما بقى ينحس فيه، فكر انه الخروف تعبان، لذلك حطه على كتف على المنكبين، بس كان تعب ليوصل لفرح وجود الخروف الضال. مثل المرأة بقول لهم افرحوا معي اني وجدت خروف. وبدي لكم انا كتير ممنون كان هالتسطير يلي امامي في الخط يلي وضع في هالموضوع لا يلغي فرح العالم. ما تخمنوا اذا في عرس انتم مدعوين لقالوا انتم لازم تكشوا تعبسوا، انتم بدكم تشتركوا مع افراح العالم. بعرس كان الجليل راح الرب يسوع وتلاميذه والعذراء مريم، والعذراء لقيت انه مع بعض عندهم خمر، وصاروا صارت مضطربة عنهم لأن مشاركتهم كليا بفرحهم. لكن يا أحبة بتشاركوا فرح العالم، والرب يسوع شارك فرح كان الجليل، بس شو النتيجة كانت؟ بساعتي لم تأتي بعد، وأكيد أكيد كان عملهم العجيبة اللي طلبتها أمه منه، سحبهم إلى الساعة يلي على الصليب يلي بدنا نسمعها في أول إنجيل الإعلان في صلاته إلى الآب بآخر أول إنجيل: يا أبتاه قد أتت الساعة، يعني هالساعة التي لم تأتي بعد في عرس قانا الجليل سحب فيها إلى عرس آخر. أي عرس؟ عرس ختن البيعة المسمر بالمسامير. ختن تعرفوا شو معناتها؟ العريس، العريس حريس الكنيسة سمر بالمسامير. هذا نسمعها يوم الخميس العظيم. فمن عرس كان الجليل يلي اشترك فيه الرب واللي كملوا فرحة البشرية فيه، سحبهم فيه، دعاهم ان يتبعوا حتى يقفوا مع العذراء عند اقدام الصليب حتى يندعوا: ها هو الختن يأتي في نصف الليل، فطوبى للعبد الذي يجد مصير. اشترك كاملا بفرح رزقان الجليل حتى يحول مثل ما حول الماء الى خمر، فكملت الفرحة بل يحولن هالانجذاب الى فرح العالم اللي ما لازم نقاطع الا طبعا اذا كان مرافق بمظاهر اخلاقية لا نقبل فيها، ما في مساواة، يعني ما معناتها الفرح يلي فيه مخالفات لما نحن نجل ونحترم ونعتبر أساس في تصرفاتنا كبشر. ما فينا نشترك بعرس في خلاع، ما
لا فينا نشكل هالعالم ولا شكل من الأشكال، وبدنا نعلن مقاطعتنا ما لي فرح يلي مدعوين لألو لمظاهر ممكن أن نتبعد بالنهاية الفرح عن هل، لأنه بيكون استسلام للشهوة. بس أنتم مسؤولون عن العالم، ما بتلغوا فرح العالم لكن بتحولوا بنعمة الرب يسوع المسيح.